أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أريد أن أقترض من بنك التسليف لأجل الزواج، ولكن لا تنطبق علي الشروط، فهل يجوز لي أن أقترض باسم شخص آخر متزوج تنطبق عليه الشروط ثم أقوم أنا بالتسديد؟ هذا لا يجوز، الكذب والاحتيال لا يجوز، ولا تلجأ إليه، واصبر حتى ييسر الله، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وعليك بالدعاء، عليك بالدعاء وبذل الأسباب، والله جل وعلا قريب مجيب. أما الاحتيال والكذب هذا لا يجوز. نعم.